يا رب اجاوب كويس وابقى على قد المسؤوليه. روكا عمرها ما جت مصر في حب البنات قبل ما الفيلم يبتدي. جبت المعلومات دي منين؟ تامر حبيب مخششك ولا ايه؟ ما قاليش. هو يعني مليون 15 بقى مليون. هو كان سايب 24 مليون او 27 مليون 28 مليون. اكلت سمك. مش فاكره بقره. مش فاكره. 100,000 جنيه. اوكي، ما هو جاي من ايام بقى 1919 اصلا، جاي من ايام الثوره. روكا حب البنات. عارفاها دي. قبل زحمه الصيف. انا مش عارفه اعمالي الفنيه. لا طبعا، ده دي ام في السبع وصايا. روكا حب البنات لسه مجنونه زي ما هي. وهاب بتحبه لسه، بتحب اشرف لان هو قادر يستوعبها وقادر يفهمها، سايبها براحتها. وكنا اصلا بنتكلم امبارح ان احنا نعمل بارت 2، انا واشرف وتامر حبيب وخالد الحجر. She never remarries. تفضل سنجل. اكتشفت ان هي حياتها كده افضل. هتفضل موسوسه، دي لازم تتعالج. بيحاولوا بس هم ينقذوا ما يمكن انقاذه، يعني من البيت والفلوس والدامجز اللي بتحصل. هتفضل دايما بنت ابوها، هيفضل ابوها دايما هو الاهم بالنسبه لها. اتمنى ترجع لعقلها بس كده وتحاول توازن، يعني الحقيقه لازم فيها موازنه.